1500 متر. حاضرة هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام، على بركة الله وتوفيق تعلن إشارة البدو انطلاقة الشوط الأول الرئيسي رئيسي البكار الحقايق. والألف وخمسمية متر هي رحلة هذا الشوط وقصة هذا الشوط، أسماء كبيرة وعملاقة وباحثة عن تحدي وباحثة عن ناموس. مقدمة الشوط والصدارة شواهين محمد بن زايد الشمري يتقدم مباشرة. يلا يا شمري ركز ركز، التركيز مطلوب. وصلت آثار ضابط بن حمد بن أحمد الدوسري، أهالي الخريب أيضا قادمين بكل قوة. وصول من الريم عبد الله بن محمد بن سفراء، ما شاء الله أسماء كلها كبيرة. والمركز الرابع وجود الشاهنية محمد بن محسن المري. والمركز الخامس آخر نداء للمركز الخامس، يا سلام. ولكن شواهين محمد بن زايد الشمري، يلا يا الشمري روح بعد كده، خلاص الفرصة 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 يا الشمري. هذه هي مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، حيث تنطلق شعار الشمري، غادر بكل قوة، غادر بكل تحديات شواهين محمد بن زايد الشمري. ما شاء الله وتبارك الرحمن. يلا يا الشمري روح، خلاص روح روح، والمسافة بعيدة، فرق ما بين المشاركين وما من المتابعين. شواهين ومحمد بن زايد الشمري، الشمري مع التوقيت في خطر. روح يا شمري، خلاص دوس على الآلي وروح، ما شاء الله. هذه هي شواهين بالفعل، محمد بن زايد الشمري، محمد مع شواهين، شواهين مع الشمري، سلام شواهين ومحمد بن زايد الشمري، سلام شواهين، ما شاء الله وتبارك الرحمن. تهاني والناموسي مالكي شواهين محمد بن زايد الشمري. والمركز الثاني وصول، هذه هي مذهلة ناصر بن عبد الله المري. والمركز الثالث ستة وصول من آثار ضابط بن أحمد الدوسري، التوقيت الزمني دقيقتين وسبعة، وفاء وتماما.